صباح الخير. اولا اول سؤال، طمعنا على الحاله الصحيه تاعك خاصه بعد خروجك البارح. كل الجماهير الجزائريه والعربيه وهذا في قطر كل كانوا يتسائلوا اذا ممكن يعني في كلمه. اكيد اول شيء الحمد لله على الصحه تاعي والحمد لله على كل شيء. هاي كره القدم فيها اصابات، فيها هاي كره القدم نجم تصرى لك اي حاجه في المباراه، لكن الحمد لله انا الحين بخير ونطمن الجماهير الجزائريه والعربيه اللي على صحتي الحمد لله. امس سويت كل الاشعه مع الدكاتره الحمد لله كل شيء بخير الحمد لله. الحين راني 100% وان شاء الله نجهز المباراه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله يقال انك تحت الرقابه الطبيه، يعني سبق اول نتكلم عن المقابله القادمه، لكن يعني هل نسبه كبيره نشوفوا بغداد متاح ان شاء الله في اللقاء اليوم السبت؟ ان شاء الله بيان سور. الاصابه اللي خديتها كانت قويه شويه بصح الحمد لله راني بيان دروك وراني كما نقولوا 90% ان شاء الله 10% في الفادور في هذو اربع ايام ان شاء الله. ان شاء الله مباراه امس كانت صعبه وكان فيها ضغط والمنتخب المصري كان قوي. احنا ثاني كنا بالمرصاد ولعبنا الشوط الاول رائع، كنا قادرين نسجلوا على الاقل هدفين ونحسموا المباراه، لكن هاي كره القدم الحمد لله. راني مع الطبيب والطبيب المنتخب وقاعدين نشتغل وان شاء الله عندي لي تيست اليوم ان شاء الله نعملهم وكل شيء راح يكون بخير ان شاء الله. هل بغداد بن متاح يتدرب اليوم ولا لا؟ اليوم اعطوني راحة نهار كامل وان شاء الله غدوة نكون جاهز صالح في التمارين. بالك السؤال الاخير حول المقابلة، الكل يقول باللي عندما خرج بغداد بنجاح تغيرت يعني مجريات المقابله لانك كنت تقلق كثيرا من الدفاع المصري وما كانش يقدر يعني يكون الهجوم تاعه من وراء، هل هذا يعني صحيح؟ وشفنا يعني شوط اول رائع بيان سور. انا لعبت امس الشوط الاول رائع، ضغطت على المدافعين ما خليتهمش يطلعوا كوره. لعبت مع يوسف كنت لعبنا تفاهم كبير انا ويوسف، ضغطنا عليهم جبنا فرص وكنا قادرين نسجلوا اكثر من هدف. الجماهير الجزائريه اللي كانت حاضره في الملعب كانت رائعه، كانوا يشجعونا طول المباراه. الشوط الثاني بالك النتيجه هي اللي خلتنا بالك نرجعوا لورا، لكن كون قعدت الشوط الثاني كان المباراه تتغير وكنت قادر الفرص ان شاء الله كنت قادر نجيب فرص نسجلوها نقتلوا المباراه. تاكد لنا ان الخروج نتاع الحارس النووي يعني ما كانش متعمد. اكيد كان يدافع على حراسه المرمى تاعه وانا كنت نشوف الكره ما كنتش نشوف في الحارس. صار التصادم وشيء طبيعي في الكره الحمد لله على كل شيء. انا الحين كما قلت لك راني جاهز بكل قوه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا الله يحفظك.